بغيتكم تستقبلوا معايا بكل حرارة الفنان فؤاد حماني. سي فؤاد مساء الخير ومرحبا بك معنا في بلاطو نجوم الأولى. مساء النور أخت مريم، جيت سعيد بحضوري مرة أخرى في هذا البلاطو وهذا البرنامج الراقي الأصيل، برنامج نجوم الأولى، وأتمنى أن أكون حسن الظن الجمهور الكريم. أهلا بكم ومرحبا بك معنا. فؤاد حماني، غنيتي لعدد كبير من المطربين المغاربة والعرب كذلك، أكيد فؤاد حماني كيلقى راحته كيلقى ذاته أكثر مع أغاني أحد الرواد ومع البصمة ديال أحد الرواد. شكون الفنان اللي كترتاح مع أغانيه أكثر فؤاد؟ بالنسبة لدول المشرق يعني أرتاح لموسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، وبالنسبة للمغرب أعشق المرحوم صوت المرحوم محمد الحياني والأستاذ عبد الهادي بالخياط وموسيقى الأجيال موسيقى المبدع قول عن عبد الوهاب الدكالي، الأستاذ عبد الوهاب الدكالي موسيقار الأجيال طبعا كذلك. الفنان عبد الوهاب الدكالي. واليوم شنو غادي يسمعنا فؤاد حماني لأحد الرواد؟ هاد إن شاء الله في هاد المرة غادي نسمع الجمهور الكريم ميدلي كشكول لعبد الحليم حافظ العلن دليب الأسمر. نعم. حاول تفتكرني وعلى حسبي وداد. سمعوك جميع فؤاد حماني، تفضل معنا. حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى، حبيبي والله حبيبي مهما تنسى، حبيبي والله حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى، حبيبي والله حبيبي مهما تنسى، حبيبي ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني، حاول حاول تفتكرني، ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني، حاول حاول تفتكرني. بليالي عشنا أبدا مش حنساها
الحب قبلينا يقول لينا ومنين نجيب الصبر يا ماما يداوينا اللي كوان الحب قبلينا يقول لينا حكايات 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 على حسب وداك